بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مجالس الطيبين. في هذه الحلقة نود أن نلقي الضوء على موقف الإسلام من الأسرة. من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحاديثه الشريفة، ومن أحكام الفقه، ومن تاريخ المسلمين. الأسرة في الإسلام مهمة جدا، ومع أهميتها إلا أن الله سبحانه وتعالى أتاح لنا أن نعيش في سعادة، وأتاح لنا أن نعيش في استقرار، وأراد أن تكون هذه الأسرة فعلا محض لتربية الأطفال، لإنشاء جيل جديد. وكما قال الشاعر بعدما تأمل في سنة الله في كونه: الأم مدرسة إذا علمتها أو إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. نعم، فالأسرة هي الوحدة الأساسية لبناء المجتمع. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهتم بالأسرة قبل إنشائها، وأن نهتم بها أثناء قيامها، وأن نهتم بها جدا عندما نريد أن نتمتع بما متعنا الله به من حرية شخصية أو من قيام مع النفس. ولذلك نرى في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن حال الأسرة قبل أن تتكون: أحسنوا اختيار الزوج لزوجته واختيار الزوجة لزوجها، فيقول: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. راعى أن يكون هناك كفاءة بين الرجل والمرأة. هذه الكفاءة قد تكون في المستوى الاجتماعي، قد تكون في الدين والصلاح، قد تكون في بعض البلاد وفي بعض الأزمان في النسب والقبيلة والعائلة، قد تكون في بعض الأزمان وفي بعض الأماكن في الدرجة العلمية في العقلية، لأن هذا التواؤم وهذه الكفاءة هي التي سوف يترتب عليها استمرار الأسرة. فعندما يأمرنا أن نتخير لنطفنا، وعندما يأمرنا بالالتفات إلى التواؤم إلى الكفاءة بين الزوجين، فهو يريد منا أن تستمر هذه الأسرة. ولذلك نرى في الفقه أن عقد الزواج يجب أن يكون مؤبدا، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون مؤقتا. فلا يجوز مثلا أن رجلا مع امرأة يتفقان أن يتزوج لمدة شهر أو لمدة سنة أو لمدة 10 سنوات أبدا. أباح الله من الناحية الثانية الطلاق، أباح الله سبحانه وتعالى التعدد، لكنه اشترط في عقد الزواج أن يكون مؤبدا. اتفق أهل السنة والجماعة على هذا، وعلى أن أي زواج يتفق عليه أن يكون مؤقتا هو زواج باطل لا ينعقد، بل هو زنا. وكانت هذه أحد الخلافات الأساسية الشديدة بين أهل السنة وبين الشيعة. فالشيعة ترى أن هذا الزواج المؤقت جائز، وأهل السنة أبدا يتمسكون
بما ورد في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمه 6 مرات بعدما كان جائزا في الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركه فترة من الزمن من أجل ظروف خاصة إلا أن آخر الأمر أنه حرمه. وكان زواج المتعة هذا سببا كبيرا في الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة، بالرغم أنها مسألة فقهية، ولكن أهل السنة يسمونه زنا ويسمونه زواجا باطلا وينهون عنه ناهيهم عن الفاحشة. كل ذلك متعلق باستمرار العلقة وبحضانة الأسرة وما يترتب على هذا الزواج من أمور كثيرة جدا، لأن الزواج هذا فيه اطلاع الرجل على المرأة واطلاع المرأة على الرجل بما لم يطلع عليه أباؤهم أو أمهاتهم، فيه نسب، لأن هذه المرأة تأتي بالأولاد فتكون هذه الأولاد أبناء ذلك الرجل، ويكون هذا الرجل هو أب لأبنائها وهي أم لأولاده. فيه تقسيم للميراث، فيه حرمات تترتب على هذا الزواج، فإذا تزوج الرجل بامرأة فإنه يحرم عليه فورا بمجرد كتب الكتاب أمها، فأمها ستصير أما له، لا يجوز له أن يتزوجها سواء طلق هذه المرأة أو لم يطلقها، كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، كان هذا طلاقا أو ماتت، فإن هذه المرأة حماته أصبحت أما له، ولذلك نزلت منزلة الأم. ومن هنا رتب الزواج حكما آخر في العلاقات بين البشر، كذلك بنتها بالدخول يصبحن بنات هذا الرجل وكأنه أبوهم وهو زوج أمهم وليس أبا لهم، ولكن بالرغم من ذلك يحرم عليه أن يتزوج واحدة منهم. هذا الحكم، وهو أن عقد الزواج مؤبد، فيه مراعاة إذن من الشريعة الإسلامية في الفقه بأنه يحافظ على الأسرة بقدر الإمكان. مع هذه المحافظة على الأسرة إلا أنه أجاز الطلاق وأجاز الخلع، لأن الإنسان إذا ما أخطأ في اختياره ولم تتوافق النفوس فإنه لا ينبغي عليه أن يعيش في تعاسة مطلقة وأن يغير حياته كلها ويضيع حياته كلها في نزاع وخصام ومشاكل ومشاجرات. ولذلك أباح الطلاق، ولكن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، يعني جعل الطلاق مثل العملية الجراحية، يعني يكون آخر شيء يفعله المسلم بعد قضايا محاولة الصلح، بعد قضايا استشارة الكبار، بعد قضايا تتعلق بالتحكيم بين الرجل والمرأة، أو حتى برفع الأمر إلى القاضي حتى يحاول أن يحل المشكلات. ولذلك ولأن الإسلام جاء وأراد أن يحافظ على الأسرة، ففكرة أن توجد هناك مكاتب للإرشادات الزوجية ولحل المشكلات الزوجية فكرة جيدة لم تشع بعد في بلادنا. في بعض البلاد الإسلامية نجد مكاتب للإرشاد الزوجي قبل الزواج ومع الزواج وبعد الانفصال لا قدر الله إذا حدث. كيف يتواءم الرجل مع المرأة؟ ما هي المشكلات التي تثار في الأسرة فتجعل هناك احتدام يصل إلى حد طلب الطلاق من المرأة أو رغبة الطلاق من الرجل؟ هناك مشكلات قد تكون متعلقة بالمسائل المالية،
هناك مشكلات قد تكون متعلقة بعدم التوائم الأخلاقي في برنامج الحياة، رغبات الزوج وطريقة تربيته تكون على وضع معين تضادها وتناقضها رغبات الزوجة، وحتى لو كان كل من الرغبتين مباح. هناك أمور تتعلق بالعلاقة الزوجية الجنسية بين الرجل والمرأة، هناك أمور تتعلق بتدخل الأهل من كل من الطرفين أو من طرف معين في حياة وسير الأسرة، هناك أمور تتعلق بمدى التزام كل واحد منهم بالدين، هناك أمور تتعلق بالحالة الصحية لكل واحد منهما، هناك أمور تتعلق حتى بالوضع الاجتماعي لكل منهما، هناك أمور تتعلق بالمشكلات الجديدة أو بالأزمات أو الكوارث التي حلت بهذه الأسرة جديدة، هناك أمور تتعلق بقضية الإنجاب، أن الرجل لا ينجب أو المرأة لا تنجب أو كلاهما لا ينجب، هناك أمور تتعلق بقضايا المشاعر والأحاسيس والحب والكراهية، هناك مجموعات من المشكلات وكل مجموعة من هذه المشكلات لها طرق للحل ولها قواعد لهذا الحل. النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هذا الذي ذكره تخيروا لنطفكم يأمر أيضا الجانب الآخر فيقول إذا خطب إليكم من ترضون دينه وحسن خلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فأمرنا أن نتساهل في قضايا الزواج وأن نجعل المعيار والمقياس أمرين، الدين وحسن الخلق، وكأن حسن الخلق أمر منفصل عن الدين، فهناك من يتمسك ويلتزم بالدين ولا يكون عنده حسن الخلق، ولذلك فهو سوف يسيء إلى زوجته ولا يحسن معاشرتها ولا يحسن إلى أبنائه ولا يكون عاقلا في هذا المقام. من ترضون دينه وحسن خلقه، وفي رواية من ترضون دينه وخلقه، وكلمة وخلقه هنا أعم من حسن الخلق، لأنه قد يكون هناك تكافؤ بين الرجل والمرأة، يعني في بعض الأحيان نرى الأب وقد وافق على الزوج وهو ليس حسن الخلق ولكن خلقه يوافق خلق البنت، فهناك كفاءة، ولذلك سيستمر الحال ولا ترى البنت غضاضة في مثل هذا الشخص ولا يرى هذا الشخص غضاضة في مثل هذه البنت، فلا تحدث المشكلات. إذن فالمقصود الأهم هو استمرار الأسرة، المقصود الأهم هو سعادة أفرادها، وليس المقصود أن يكون على مستوى عالي من الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال تنكح المرأة لأربع، لمالها، لحسبها، لدينها، لجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني هذه المناحي هي التي يقصدها الناس يتزوج امرأة لأنها جميلة أو لأنها حسيبة أو لأنها غنية، وبعضهم يتزوجها ويشترط أن تكون صاحبة دين، وأحسن شيء يبقى هو هذا الدين. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.